فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الساعة التي فيها جلد مخيط؟ لا بأس، يلبس الساعة، يلبس الحزام وفيه خياطة، لا بأس بذلك للحاجة. إنما المنهي عنه لبس المحيط على الجسم أو على العضو، مثل لبس الفنيلة، لبس الثوب، لبس الجوارب على الرجلين، هذا نعم. أما ما يحتاج إليه من الحزام والساعة لا بأس بذلك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.